حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الله بن شداد الأعرجي عن رجل عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. حدثنا إسماعيل حدثنا هشام الدستوائي حدثنا حماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يمسح المسافر على الخفين 3 ليال والمقيم يوما وليلة. حدثنا محمد بن جعفر وابن مهدي قال ثنى شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت إبراهيم اللتيمي يحدث عن الحارث بن سويد عن عمرو بن ميموء عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 3 أيام قال شعبة أحسبه قال ولياليهن للمسافر في المزح على الخفين. حدثنا أبو معاوية حدثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن هرمي بن عبد الله عن خزيمة بن ثابت العبسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستحي الله من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن. حدثنا ابن أبي زائدة أنا الحجاح عن عمرو بن شعيب عن هرمي بن عبد الله عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن بشر حدثنا هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاستطابة فقال 3 أحجار ليس فيها رجيع. حدثنا أبو عبد الصمد العمي حدثنا منصور حدثنا إبراهيم بن يزيد التيمي عن عمرو بن ميموء عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمسحوا على الخفف 3 أيام ولو استزدناه لزادنا. حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن عمارة بن خزيمة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميموء عن أبي عبد الله الجدلي سمعه يحدث عن خزيمة بن ثابت سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين فرخص للمسافر 3 أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. قال عبد الله قال أبي سمعته من سفيان مرتين يذكر للمقيم ولو أطنب السائل في مسألته لزادهم. حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن ثابت عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أو عذاب عذب به قوم فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه. حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبي خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء 3 أحجار ليس فيها رجيع.
حنا وكيع عن سفيان عن حماد ومنصور عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثا وللمقيم يوما وليلة. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثني أبو جعفر المديني يعني الخطمي قال سمعت عمارة بن عثمان بن سهل بن حنيف يحدث عن خزيمة بن ثابت أنه رأى في منامه أنه يقبل النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فناوله النبي صلى الله عليه وسلم فقبل جبهته. حنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أنا أبو جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة بن ثابت أن أباه قال رأيت في المنام أني أسجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الروح لا تلقى الروح وأقنع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه هكذا فوضع جبهته على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة وابن لهيعة قال ثنا حسن مولى محمد بن سهل عن سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن علي عن هرمي بن عمرو الخطمي عن خزيمة بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. حدثنا روح حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. حدثنا الحسن بن موسى الأشاب حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الأسود أنه سمع عروة يحدث عن عمارة بن خزيمة الأنصاري يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان الإنسان فيقول من خلق السماوات فيقول الله ثم يقول من خلق الأرض فيقول الله حتى يقول من خلق لها فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المزح على الخفين قال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا هشام عن حماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي معشر عن النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثله. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وأبو نعيم قال ثنى سفيان عن أبيه عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميموء عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر ثلاثا وللمقيم يوما وليلة. قال وأيم الله لو مضى السائل في مسألته لجعلها خمسا. وقال أبو نعيم يوم للمقيم. حدثنا ابن نمير عن هشام حدثني عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن أبيه خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل
عن الاستطابة فقال ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. حدثنا يونس وخلف بن الوليد قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال ما زال جدي كفا سلاحه يوم الجمل حتى قتل عمار بصفين فسل سيفه فقاتل حتى قتل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتل عمارا الفئة الباغية. حدثنا يعقوب قال سمعت أبي يحدث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي أن عبيد الله بن الحصين الوائلي حدثه أن هرامي بن عبد الله الواقفي حدثه أن خزيمة بن ثابت الخطمي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يستحي الله من الحق ثلاثا لا تأتوا النساء في أعجازهن. حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني حكم وحماد سمع إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. حدثنا روح حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. حدثنا محمد بن عبد الله بن المثني حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي حدثنا حماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر أول الليل وأوسطه وآخره. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أنا أبو جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة بن ثابت أن أباه قال رأيت في المنام كأني أسجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الروح لا يلقى الروح وأقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه هكذا فوضع جبهته على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاستنجاء أما يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ قال وأخبرني رجل عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه قال عليه وسلم ثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي معشر عن النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. حدثنا عبد الرزاق أنا سفيان حدثني أبي عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميموء عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم وأيم الله لو مضى السائل في مسألته لجعلها خمسا. حدثنا عثمان بن عمر هو ابن فارس أنا يونس عن الزهري عن ابن خزيمة بن ثابت الأنصاري صاحب الشهادتين عن عمه أن خزيمة بن ثابت الأنصاري رأى في المنام أنه سجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فاضطجع له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صدق بذلك رؤياك فسجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري حدثني عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أبتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومون بالفرس لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أبتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي أبتاعه به النبي صلى الله عليه وسلم فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاع هذا الفرس فابتعه وإلا بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال أوليس قد ابتعته منك قال الأعرابي لا والله ما بعتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك فاطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان فاطفق الأعرابي يقول هلما شهيدا يشهد أني بايعتك فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي ويلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول إلا حقا حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي فاطفق الأعرابي يقول هلما شهيدا يشهد أني بايعتك قال خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد فقال بتصديقك يا رسول الله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين. حدثنا سكن بن نافع عن أبو الحسن الباهلي حدثنا صالح يعني ابن أبي الأخضر عن الزهري أخبرني عمارة بن خزيمة أن خزيمة رأى في المنام أنه يسجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتى خزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره قال فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له صدق رؤياك فسجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عامر بن صالح الزبيري حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري وخزيمة الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين قال ابن شهاب فأخبرني عمارة بن خزيمة عن عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خزيمة بن ثابت رأى في النوم أنه يسجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فاضطجع له رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد على جبهته